Top Secret. صباح الخير دانيال، وصبح كل المستمعين يلي رح يبلشوا نهار جديد. بدي أخبركم سر بعد مش قايله لحدا، إني أول ما وقفت قدام كاميرا وهالشي كان بتليبون، والعمل كان تاريخي يعني بالفصحى، والدور كان دور متواضع. وقد ما حظي هو حلو بوصل على البلاتو بلاقي الفنان القدير أحمد الزين واقف بوجهي. ما رح أخبركم كيف بلشت الدقنه البردية، ريقي نشف وما عادت اقشع منيح، صار في غشاوي على عيوني، وأكيد النص طار من راسي. هيدا هو سري. بتمنى لكم نهار كله أمل وسعادة. بيير دافيد.